كده؟ انا في اخر لوك داون انا جالي واحده بتشتغل عندنا قالت لي يا محمد لو سمحت انا مش قادره ان انا اكون على اي اي او على سيرب، انا عندي I have a child, I'm a single mom, I need your help. تمام. قلت لها absolutely, what is your idea؟ قالت لي I will do anything, I will deliver. يعني عايزة تعمل أي حاجة هي متمسكة إن هي تشتغل، حتى محتاجة أنا الشغل، هوصل الأكل، محتاجة الشغل، هوصل أكل. وموجودين النهاردة لأن مصراوي مشاركنا بدولار عن كل وجبة هتطلع له النهاردة، بدولار للفريق عشان تروح للسكتس. 35 عيلة طلبوا مننا الحمد لله نوصل لهم، فهي one driver one delivery للمكان. يروح يوصل للمكان ده كله. أوكي. وبعدين حطينا البلد الثاني التاون الثاني. أيوه. والثالث والرابع، يعني بقينا ان احنا بنوصل من اوشوا لغايه كيتشنر واترلو ايست تو ويست. مش ممكن. الهواء والاكل والاستمتاع اكتر حاجه دلوقتي بنعرف نعملها، بناكل وننام. فالنهارده هنتكلم مع مو صلاح. النهارده بس عايز اتكلم على حته بقى، يعني انت كمحمد تاثرت ازاي بالكوفيد؟ مش بتكلم على الفلوس، نفسيا. How did you في اوقات في اوقات زي اي حد في اي with change مع تغيير في uncertainty. فالuncertainty دي خلتني ان انا اطلع من، مش عارف اقولها ازاي، يعني to get out of my comfort zone. اوكي. تطلع بره المنطقه المريحه بالظبط. بالظبط. حاجه ماشيه عادي والحمد لله كله ماشي ماشي، وفجاه بوم حطيت على الانستغرام ان احنا النهارده رايحين هاملتون. لقيت ما شاء الله اول يوم صح، والناس كانوا بس عايزين ياكلوا طبيخ بيتي، فما يهمهمش عايزين يطلعوا من البيت، كانوا عايزين يحتفلوا مع بعض. زي ما انا قلت عندنا كل انواع احتفال في المطعم وبره، فكله ما كانش يهمه اي حاجه غير ان هم يكونوا مع بعض بياكلوا مع بعض ويحتفلوا مع بعض. انا بس محمد انا عاجبني فيك السبيريت اللي انت بتتكلم بيها. yes. وعاجبني فكره ايه هو از تشالنج، بس انت يعني كان اوف تو اكسبت تشالنج. طبعا يعني انا اي ريلايز لو ربنا جيفز يو ليمونز يو ميك ليمونيد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في كل مكان، نستكمل حلقه جديده، لقاء جديد مع ضيفنا في الاستوديو محمد مصراوي، محمد صلاح، مو صلاح. اهلا بيك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. سبسكرايب لايك اند شير، اشتركوا في قناتنا وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم.